أسوة بالعديد من الفنانين اللي اضطروا لتأجيل أعمالهم الفنية بسبب الوضع الصحي الحالي للبلاد، قرر صفوان أحمد عيسي تأجيل طرح مشروع كليب بتاعه الجديد إلى وقت لاحق، وهذا بعدما مر بأشواط طويلة في تصوير ديالو. ويطرح صفوان من خلال أغنيته نروح بنروح، واللي ينفرد برنامج كلوزر بعرض صور حصرية منها الأول مرة، عديد الرسائل الاجتماعية المشفرة، وانطرقت الأغنية لفئة أبناء الزواولة، وهذا من خلال قصة جد مؤثرة وجد مؤلمة تعكس الواقع المر لهذا الفئة. المفاجأة أن صفوان راح يتقمص دور شاب معاق، ومن خلال قصته راح يكون العمل مرآة عاكسة للعراقيل والمشاكل اللي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة. علما أن سيناريو إخراج الفيديو كليب تحت إدارة صفوان أحمد عيسي وبمشاركة فنانين على غرار الممثلة فاطمة زهرة علاهم وبلاكودا. الكليب للإشارة هو على وشك الانتهاء من تنفيذه بنسبة 75%، ورح يتم تصوير اللقطات المتبقية بعد رفع إجراءات الغلق وتراجع الجائحة، خاصة وأن الطاقم التقني وغالبية مجموعة العمل أصيبت بالفيروس اللعين. برنامج كلوزر كان تلاقى الصحفي ونجم برامج الكاميرا الخفية صفوان أحمد عيسي قبل أيام وسجل معه عاد السونار. يعني قمت ب سيتي ان كور ميتراج ماشي ان فيديو كليب افيك اون شونسون تري تريست، طرقت يعني على واحد الشريحه، يعني شريحه حساسه، شريحه ذوي الاحتياجات الخاصه، يعني اللي راهم يعني تماما منسيين تماما. دونك تكلمت فيهم يعني على كل العراقيل اللي راهم يتلقاوها يعني في حياتهم العاديه، وان شاء الله يعني راح تقيسهم وتعجب كامل الجمهور الجزائري. لعبت معايا الام البطوله، لعبت معايا مدام علاهم انا عرفوها كامل، اللي لعبت يعني سبت 10 على 10، كان معايا باراكودا، وان شاء الله كاين دوت ارتست ثاني راح يكون معايا انت ان شاء الله. ما نقدرش نديطاي لك كلش، مي الغنيه واسمها خليني نروح، باسكو سي 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 دي ميساج تري تريست. واحد يكون يعني اون بون سونتي بين ليله وضحاها، يعني يبتليه ربي باعاقه، ومعاك الناس اللي يكونوا يعني معاه اصدقاء تاوعو كامل يتخلاو عليه كيكون في لا بيريود ديفيسيل هذيك، راك معايا، لا فيونسي تاعي تخلى عليه، الاصدقاء تاعو يتخلاو عليه، وما داتيك كان واحد الباساج يقول باللي في وقت شده يبانوا الرجال، هذوك الرجال يعني سي ميساج باش نبينوا باللي في الجزائر مازال كاين الخير، في الجزائر مازال كاين رجال واقفين، في الجزائر مازال كاين ناس يعني تحب تدير الخير وتعاون الزوالي. دونك هذه هي، دونك يكون يعني بين ليله وضحاها يكون اونديكابي، وما داتيك نبينوا باللي توجور مازال الخير في الجزائر.